ما زالت المساعدات تتدفق لمطار العريش ومستمرة تمهيدا لوصولها لقطاع غزة. عدد الشاحنات اللي وصل بالفعل إلى داخل القطاع بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني وصلوا 84 شاحنة، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الشاحنات بتصطف عبر معبر رفح، بيواصل المطار استقبال أسطول طيارات المساعدات القادمة لقطاع غزة. مطار العريش استقبل طيارات من الإمارات واليونيسف وإنجلترا والأردن، ولسه في كمان تدفق كبير للمساعدات المقدمة من مصر ودول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمساعدته في التغلب على العدوان الإسرائيلي. يستمر وصول المساعدات إلى مطار العريش تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة. العديد من الشاحنات تصطف عبر معبر رفح، كما يواصل مطار العريش استقبال أسطول طائرات المساعدات القادمة لغزة. واستقبل مطار العريش العديد من الطائرات من الإمارات واليونيسف وإنجلترا والأردن، كما استقبل مطار العريش 10 طائرات المساء الخميس في رقم قياسي ليوم واحد من طائرات المساعدات. ويتواصل تدفق المساعدات المقدمة من مصر ودول العالم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمساعدته في التغلب على أثار وقوع العدوان الإسرائيلي. وأصبح الطريق الرابط بين مدينة العريش ومعبر رفح بشمال سيناء مسار حركة نقل المساعدات عبره، والتي لا تتوقف وينقلها الهلال الأحمر على شاحنات من مخازن خصصت لاستقبال مواد الإغاثة الدولية المنقولة جواً عبر مطار العريش من الدول ومنظمات الإغاثة الدولية، فضلاً عن الشاحنات التي يتواصل وصولها من محافظات مصر مقدمة من المجتمع المدني وتصل براً لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح. في نفس الوقت تحشد مصر كل جهودها الدبلوماسية من أجل الوصول لحل الأزمة والتصعيد العسكري في قطاع غزة. وكانت قمة القاهرة للسلام خير شاهد، حيث شهدت مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم في مسعى مشترك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم وتوفير ممرات آمنة، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء. ومن خلال خطابات القادة والرؤساء المشاركين في أعمال القمة، حظي هذا المحفل الدولي بأهمية بالغة في توقيت شديد الحساسية، حيث أعادت القمة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من خلال مصر صانعة السلام التي دعت إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد سنوات من هجرها. كما أن أحد المكتسبات الأخرى التي حققتها قمة القاهرة للسلام هي إلقاء الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ نحو أكثر من أسبوعين من استهداف وقتل وترويع لكل المدنيين المسالمين، فضلاً عن التحركات المصرية على كافة المستويات الإقليمية والعالمية التي تتخذ فيها كل المسارات الدبلوماسية والتشاورية والتفاوضية في ظل رغبتها الملحة في احتواء الموقف الذي يشهده قطاع غزة في اللحظة الراهنة. كذلك النجاح في إطلاق سراح أسيرتين إسرائيليتين لتقدم نفسها في دور جديد يتجاوز الوساطة التقليدية التي تعتمد منهج التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين إلى شريك حقيقي للمجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه لتحقيق اختراقات كبيرة، ليس فقط فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة مؤقتة، وإنما في حلول الوضع النهائي بالقضية طويلة الأمد.